بولي الاينمنت. كل المشاكل بتاعه الستريت ايدج والسترينج اللي احنا قلناها اعتبرها اتحلت لو انت استخدمت الليذر الاينمنت، ممكن يكون روت الاين او اس كي اف او اي نوع تاني. الفكره انك بتحط السندر والريسيفر كل واحد فيهم على طاره من الطارات اللي عندك، وهيطلع لك نتيجه من الاربعه دول. يا اما يكون الطارتين الايند فيطلع لك ان السندر والريسيفر عليهم الليزر بالشكل ده، فكده يبقى الايند. الحل التاني ان ممكن يكون عندك فيرتيكال انجل، فتكون الطاره بالمنظر ده ويكون الليزر على الريسيفر او على المرايه يكون بالشكل ده، فكده يبقى انت عندك ميس الاينمنت من النوع الفيرتيكال انجل. او يكون عندك الطاره بالمنظر ده ويكون السندر عليه خط الليزر بالمنظر ده، فده معناه ان انت عندك هوريزونتال انجل. او يكون عندك اوفست فتكون الطاره مشفته بالمنظر ده، وده بيخلي الليزر يكون على المرايه او على الريسيفر بالمنظر ده، فكده يبقى انت عندك اوفست. او ممكن يطلع لك كذا نوع مع بعض سواء كان التلاتة او اتنين منهم. فهنشوف دلوقتي ايه هي الاوردر ستيبس عشان تحل الميس الاينمنت اللي عندك ده وتوصل للتارجت بتاعك اللي هو ده، ان الطارتين يكونوا بالمنظر ده الايند او يكون الشعاعين بتوع الليزر بالمنظر ده. طيب الاول لازم تبدا بالفيرتيكال او اللي بيقولوا عليه تويست انجل، عن طريق ان انت بتحط شيمز تحت الموتور، تحت رجول الموتور. الخطوه الثانيه انك تظبط الهوريزونتال انجل لو كان عندك، عن طريق نتحرك الموتور بس في اتجاه الواي مش الاكس، عن طريق طبعا الجاك سكرو. اما اذا كان عندك الاوفست فانت برضو بتحرك الموتور باي جاك سكرو بس في اتجاه الاكس او تحركه اكسيالي. واذا كانت الطارات عندك بتتحرك على العمود بتاعها فتقدر تحركها وتحل مشكله الاوفست ميس الاينمنت اذا كانت موجوده عندك. بس النوت اللي لازم تاخد بالك منها، لو كان عندك كومباينيشن من الثلاثه لازم تبدا بالاوردر ده، انك الاول تحل الفيرتيكال انجل ميس الاينمنت، ثم بعد كده تحل الهوريزونتال انجل ميس الاينمنت، ثم بعد كده تحل الاوفست ميس الاينمنت. عشان لو عملت اوردر غير ده هيحصل مشكله عندك في الميس الاينمنت ومش هيتحل او مش هتوصل للتارجت ده بسهوله. اخر خطوه في الالاينمنت انك تشد السير صح باي طريقه من الثلاثه دولت، لان شد السير بيأثر على عمر السير زيه زي الميس الاينمنت وكفاءه المعده كمان ككل. بعد ما تظبط شد السير بتشغل المعده حوالي ساعتين عشان تسمح للسير انه يتشد ويريح في مكانه كمان جوه الطار، وبعدين بترجع تشدها تاني وتشغل المعده with no miss alignment.